طب النهارده مش تاني يوم؟ لا معلش النهارده ما تروحش في العيد يعني. اه يعني زياره في اي وقت يعني. هو في زياره الفتحه وتمشي. لا زياره الفتحه مش العيد حرام يعني. اروح الفتحه وامشي ما عادش بقى احمل واطبخ وامشي. مفيش حد بقى اللي بيروح يعيط الا ام احمد دي. ام احمد بتاعي انا احمد. اول يوم تطلع تيجي كل عين وعين زي الكوبايه. لا بس المرة دي يا بنت احمد بتاعنا بمساعدية. المرة دي ما عملتش. احمد سعدية. ايوه يعني بيتعيط على مين؟ على احمد. احمد اللي مات يا ماما. فدخل احمد غير المجنون يعني؟ لا ده ما فيش. هو لا يا بنت جمال. الست جمال انت لما يمسح ده اللي بيمسح علينا ده جمال. احمد اللي كان كل كان يقف لها على الباب. شعر طويل؟ لا شعر طويل كان يقف لها على الباب. يا سلام 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 يا س
انت عاوزين نشاي وعارفه بيعملوا ايه دلوقتي بياخدوا برشام بس ده خالص ما طعمش كويس يا ام صحه لا 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 ناخد نص كويس هناخد نص اصل مفيش حاجه بالسهل بس كبيره شويه عن الغساله بس يبقى ايه بالطول كده بيحط واحد جواه ويسوي سخنه حواليه واحد ولع جواه اهو ده كمان خطوه ده خطر طيب يا اخويا الراجل ليه صراحه كان وصار وعارفين المقاسات ما بيولع المقاس بتاعه ويسيبه يمشي سابه مشي وبعد كده هيطلع من هنا لا اله الا الله في الدنيا مين بينظف بينظف البوابه بينظف
لا من امتى بقى لا يعني لا يعني حراس الباب يسموهم بوابه ما غلطش لا لا بطريقته بينظف يعني انا عارفه ان هو بينظف بطريقته بس مين اللي مسؤول هم اللي مسؤولين يجيب واحد ينظف هم ما بيحبوش بوابات ما هنا دلوقتي يا جماعه هو اللي بيمسح لهم تحت بس يبقى ايه بالطول كده بيحط واحد جواه ويسوي سخنه حواليه واحد ولع جواه اهو ده كمان خطوه ده خطر طيب يا اخويا الراجل ليه صراحه كان وصاحبه